بجدد التحية بحضراتكم. وضيف النهاردة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. قبل الفاصل كنت بقول له في الملف الاقتصادي تحب تقول إيه للرئيس السيسي؟ إن شاء الله يوم الثلاث المفروض النتيجة النهائية، ومبروك مقدما للمشير السيسي. يعني أنا وجهة نظري الشخصية إن أنا لازم زي ما قلت حضرتك إن أنا أمشي في ثلاث اتجاهات. أول اتجاه وده أنا بدعمه بقوة، إن إحنا طول عمرنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إن إحنا ما عندناش خطة. الخطة عشان الأجيال اللي بعد ولادنا يقولوا إن إحنا عملنا حاجة، وهي هتتحسب للراجل. يعني لو فعلا اللي أنا بقوله ده عمل حساب الأجيال القادمة. أيوة طبعا، لأن هو اسمه يخلد في التاريخ. نعم. إزاي؟ أنا أشوف دول الخليج كلها اتبنت إزاي؟ عن طريق خبراء أجانب جم. مثلا بلد زي دبي يعني بس عفوا بكر استاذ احمد، هل احنا محتاجين خبر اجانب؟ هقول لحضرتك. اتفضل. لا ما قلتش. لازم يبقى عندي تقريبا مثلا انا بقترح 100 خبير اقتصادي في جميع المجالات. هجيب الاول احسن ناس مصريين. نعم. لا يمكن مصريين هيغطوا كل احتياجاتك. نعم. اجيب احسن ناس في العالم في كل حاجه. نعم. واقعدهم هنا سنه 6 شهور، اقول لهم ادي مصر وانا عايز خطه او دستور اقتصادي زي ما انا بسميه 50 سنه. ادي مصر وادي وضعها وادي موقعها وادي البحرين وادي الاثار وادي اللي فيها وادي الشباب وادي وادي وادي، وتحط لي خطه 50 سنه، وتجيب القطاع الخاص بالكامل يمولها. يمول الناس اللي جت. نعم. وده تبقى مسؤوليه اجتماعيه هتخلد في التاريخ بقول لحضرتك. ولازم يمشي في خطه التنميه. خطه التنميه زي ما انا قلت لحضرتك فيها حاجات كتيرة جدا، لو قعدنا نتكلم ناخد فيها 3 ايام. يبقى 1 مراعاة الاجيال القادمة، 2 توسيع قاعدة بخطة خمسينية مش خمسية. الاتنين التنمية وحوافز للاستثمار وحل جميع المشاكل الموجودة حاليا للمستثمرين الموجودين دلوقتي المصريين عشان الاجانب والخليجيين يطمنوا. والحاجة التالتة الترشيد اللي احنا ماشيين فيه اللي هو ازاي اعدل موازنة الدولة. انما في حتة التنمية في يعني في قوانين زي ما انا بقول لحضرتك، قوانين للاستثمار لازم تتطبق. يعني اول ما ان شاء الله يمسك المفروض تاني يوم. انا زي ايه حضرتك؟ ما انا قلت لحضرتك في تضارب في قوانين كتيرة جدا، تضارب في تشريعات. يعني انا هقول لحضرتك انا بعمل مصنع، انا عشان عايش التجربة فعارف المعاناة بتاعتها. انا بتعامل مع المية والغاز والكهرباء اكتر من جهة. لا ده انا هقولك المية والغاز والكهرباء والجيش في الارتفاعات وفض المنازعات لو في مشكلة والبنوك يعني كم والتنمية الصناعية. ليه مش عاملوا حاجة اسمها الشباك الواحد؟ نفسي يتطبق. لسه متطبقش. ما هو انا بقول لحضرتك اهو، يعني ايه موافقة تقعد 3 شهور؟ يعني ايه موافقة ارتفاعات تقعد 4 شهور؟ يعني ايه كهرباء طالما انت بتبيعها بسعر عالي جدا؟ قصدك في معوقات للاستثمار، لازم المعوقات دي تتشال. جايه من ايه؟ فوبيا السجن انا مسميها. للمسؤول ولا للمسؤول؟ مع النهارده حضرتك المسؤول خايف يمضي وخايف ياخد قرار. نعم. الحل لازم يبقى في قرار واضح وصريح. بس اعتقد بعد انتخاب رئيس قصه الايادي المرتعشه هتمشي. لازم يبقى في قانون يحميهم صدقني. والقانون ده هو موجود دلوقتي. هو انت دلوقتي المشكله ان انت لو ربحت من غير ما تقصد، طب انت ما استفدتش حاجه. هو القصه كلها ان انت تظبط القانون عشان الناس تشتغل. وطبعا النصيحه اكيد اهل الكفاءه اهم حاجه في الاداره. عندي مجموعه اسئله عايز عليها اجابات قصيره. رايك في اداء وزير الصناعه الحالي منير فقري عبد النور؟ انا الاستاذ منير فخري عبد النور يعني صراحه وزاره الاستثمار والتجاره والصناعه كتير جدا عليه، كتير عليه. يعني الله يكون في عونه. يعني مش يكتفي بوزاره واحده احسن، ما فيش حد. اقتصاد الدوله كله معاه، فالله يكون في عونه. اقتصاد الدوله معاه وكده ما قدرش يادي بقى. ما هو لو ما هو ما ينفعش. لو جبت سعد بالين سوبرمان مش طيب. متى ياتي الاستثمار الاجنبي لمصر؟ الثقه وزي ما انا بقول ثقة طبعا. انا يعني المستثمرين الاجانب دايما بيجيبوا دايما خايفين من اولا انت النهارده هو يجي يستثمر عنك ليه؟ عايز 3 حاجات. 1 الامن. اوكي.
امن فلوسه قبل الامن كمان، ماشي. ان هو يبقى حاسس بالامن والامان في البلد، نعم. من القوانين اللي مش كل شويه تطلع ويبقى حاسس استثمارات. اتنين، تنظيم العلاقه ما بين المستثمر والعامل والدوله، نعم. لان العامل طبعا بقى مشكله، نعم. لان ورقم ثلاثة الطلب، الدولة مصر ما شاء الله فيها طلب رهيب، رغم ان احنا شعب طلب اللي هو مجموع الشعب المستهلكين، المستهلك سوق كبير يعني سوق. التالتة دي موجودة، وصراحة يعني اللي مش على الورق البلد ماشي علشان التسعين، لا لا، ودي برضو من حتة الترشيد. انت النهاردة ناسي ليه الاقتصاد الموازي حضرتك، نعم. النهاردة الاقتصاد الموازي هو اللي شال البلد التلت سنين اللي فاتوا، بس دي مش ميزة، عيب. عايز اقول لحضرتك على حاجة، انت النهاردة في يومك كله بتشتري كام حاجة بفاتورة وكام حاجة من غير فاتورة؟ مفيش بفواتير. يبقى الاقتصاد الموازي زي ما بيقولوا تلت الناتج القومي، يعني حوالي 500 مليار، يعني تجيب منه 100 مليار ضرائب، يعني في دخل الاقتصاد الموازي جوه الاقتصاد الرسمي للدولة. اديله بقى حوافز، ما تعذبوه وتقولوش انا هسجنك، لا لا لا، انت خلاص عفى الله عما سلف ونبدا صفحه جديده. لازم تدخله لان ده هيظبط لك حاجات كتيره جدا. احمد ابو هشيم عنده جنسيه تانية غير الجنسيه المصريه؟ لا لا، فلا الله ولا فلك. لا طبعا مش حضرتك عندك استثمارات في صناعه الاعلام، شايف دور الاعلام ازاي بعد تولي المشير السيسي الرئاسه؟ يعني السؤال ده بتحفظ عليه، انا ما عنديش استثمارات في الاعلام قوي يعني. اليوم السابع موقع يعني بس ما عنديش استثمارات كبيره يعني. بس شايف الاعلام، ما دخلتش في احدى القنوات الفضائيه؟ لا لا، ما دخلت وطلعت وقصه قلتها. انت اللي طلعت ولا هم اللي راكش؟ لا لا لا، انا ما حدش في الدوله، احنا مش دوله مخابراتيه، نعم. عشان الناس ما تقعدش مش دوله اللي بيتقال هم اللي مشوه، اتقال والامن قال لهم مشوا ابو هشيمه. الامن ما هو لو انا ما قلت لك ما كنتش هقعد مع حضرتك كده، ما انا بقول لك هو ده اللي بيتردد. الدوله دي فلوس قطريه، دوله قانون، دولة قانون، وانا بس عندي يعني حضرتك اللي انسحبت. وصديقي جدا 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 الدكتور حسن راتب. وما طب دخلت ليه يا استاذ انا كان عندي فكر استثماري، الفكر، نعم. الاستثماري في هذا المجال مش نافع، نعم، مش نافع. هتنسحب من الموقع اليوم السابع؟ لا يعني اليوم السابع انا بعتز جدا 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 بيه، ولكن استثماري انا مش بتاع اعلام. بتكسب من اليوم السابع؟ يعني طب ما تنسحب، مش انت بيزنس ممكن مان؟ يلا اشتري، يلا اشتري، يلا ممكن. احمد ابو هشيمه ممكن يبيع حصته في موقع اليوم السابع في اي وقت لانه ما بيكسبش منها، ده كلامه. لا، ايه رايك في السنه اللي حكم فيها الاخوان مصر؟ لا، السنه فيها هي عباره عن سنه صراعات. الناس دي لو كانت اشتغلت اكل عيش واقتصاد وعملت الشخصيه المصريه مش على انها ساذجه مهما كانت بسيطه، وتغيير الشخصيه المصريه يعني ايه؟ النهارده انا اصحى من النوم الاقي واحد يقول لي انت ما تعيدش على المسيح عشان حرام. انت قلت لك الانجليز كل اللي احتلنا تاثر بينا، احنا شعب بسيط ممكن يكون عندنا فقر. يعني انت متحفظ على السنه دي؟ لا، سنه كانت نهايتها لازم تبقى كده، لازم تبقى كده. ودي حاجه مش انا اللي توقعتها، بس ده بص عندي سؤال جاي لي على اصدقائي من الفيس وما اقدرش ما اسالوش، يعني ممكن انا اكون متحفظ، بس بيقول لك ايه؟ ابو هشيمة تحدى مشاعر المصريين عندما كانت المظاهرات تحيط بسفارة قطر وتطالب بطرد السفير واغلاق السفارة بعد موقف الدوحة من الثورة المصرية. اسألوا يا خير، كنت الوحيد الذي حضر احتفال السفارة سفارة قطر، بعيد قطر القوم، وكأنك تقول للجميع ان قطر اهم وابقى عندك من مصر والمصريين. الكلام ده ما حصلش. انا لما بحترم، انا قلت لك ان انا ما عنديش اي مشكله مع قطر ولا غير قطر، ولكن الكلام ده ما كانتش هي قطر، كان مش عارف شهر 11 ولا شيء، ما كانش مثلا الجزيره زودت التون وعملت الكلام ده. وبعد كده انا رحت الاحتفال ده، رحت 5 دقائق ذوقيا، بس مش انا الوحيد، كان كله مصريين، كل المصريين هناك طبعا. كله مصريين. والعيد الجاي ممكن تروح؟ لا، العيد الجاي ايه، انا بقول لك النهارده يعني انا بتمنى ان هم يرجعوا موقفهم عشان الموضوع كده مش بس لو السفير كلمك وقال لك تعالى وكدا. مش هروح. مش هتروح؟ لا. احمد ابو هشيمه لن يحضر احتفالات السفاره القطريه لو وجدت لها دعوه طالما ظلت العلاقات بين قطر ومصر بهذا الشكل. هشام انديل الببلاوي محلب، ايهما الاكثر كفاءه من وجهه نظرك كرجل صناعه؟ الاكثر كفاءه ونشاطا وكل حاجه ابراهيم محلب، المهندس ابراهيم محلب، علشان بينزل وكده. الناس برضو خلي بالك، في ناس بتقعد تقول هو رئيس الوزراء المفروض ما ينزلش، ولما كان حازم الببلاوي قاعد يقول لك ده ما بيتحرك، الناس مش هيعجبها العجب. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، في بعض القرارات اتخذت في عهد محلب
صراحة قرارات جريئة وقوية، ومنها مثلا عدم الطعن على على العقود اللي بتعملها الدولة، لان انت مخوف راعب الناس بره. نعم. انا اجي النهارده اعمل معاك عقد، يجي واحد من غير ذي صفة. ما حصن بقى القرارات دي. طيب ما هو ده قرار جريء تهاجم عليه جامد جدا. اه طبعا النهارده فرض ده شعار ادخلوها باذن الله. لا انا قصدي هو فاسدين. هو هو عمل قرارات، عشان كده انا بقول هو الاكفأ. يمكن غيره ما عملهاش ابراهيم محلي. اه صراحه عشان كده التجديد ليه طبيعي، يعني ما فيهوش مشكله. انا ما اعرفش بكره في ايه، بس هو راجل اثبت متفائل. يا احمد يا ابو هشيمه ما عنديش حل تاني، ما فيش بديل، والمصريين كلهم ما عندهمش حل تاني. اه ولازم تشيل القفه مع المصريين، لازم كلنا نشيلها، شيل القفه ولازم ولازم كلنا نستحمل شويه، ولازم نعمل مستقبل. طيب اخر سؤال لحضرتك عشان اثقلنا عليك النهارده، المصالحه عنوان كبير مع الاخوان في شباب في قيادات، تعالي احمد ابو هشيمه. لا انا الراجل اللي يعدي 50 سنه مستحيل اغير له فكره، عشان بس نجيب من الاخر. ده فسيولوجيا وسيكولوجيا وكل حاجه صعب، راجل عدى 50 سنه مش هتغيره فكره. نعم. اتمنى يبقى في مبادره من الشباب الجامعات. انا شباب الجامعات ده بيقتلني، ان انا راجل رايح يتعلم ويفيد البلد وفي مجانيه للتعليم والدوله عايزه تساعده، وهو ده ممكن في الدوله لازم نعمل اللي علينا، ولو فشلنا خلاص، بس كلنا كمجتمع واول ناس تعمل زمايله العاديين اللي في الجامعه يحاولوا معاه، اللي هو شباب الاخوان. لا يحاولوا مع شباب الاخوان. اه ولو قدرت تستقطب شباب الاخوان مع الشباب اللي قاطع الانتخابات وتقدر تعمل نوع من التناغم والانسجام ما بين الشباب كله، لان هو انت دي احسن قوه عندك، قوه. نعم. الشباب. نعم. وهي دي اعظم قوه اللي هتبني عليها البلد. نعم. عشان نبقى والناس بتحسدنا عليها على فكره. نعم. بس لازم بقى فدول يعني اذا كان مغسول دماغهم، فانت لازم كمجتمع مدني ودوله تعمل اللي عليك، ومش بس شباب الاخوان، في شباب قاطع، في شباب ايد الاستاذ حمدين صباحي، لازم كل الناس دي تبقى عندها تفاؤل وتنسجم، ولازم كلنا بقى نشتغل بجد سنة أولى ديمقراطية، ولكن نبدأ بقى نبني البلد. بس الشباب لازم نعمل دورنا معاهم كلنا، يعني حضرتك كلنا. رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كنت ضيفا كريما معنا، بشكر حضرتك على استجابتك لدعوتنا النهاردة وإن أنت كنت معنا. شكرا ليك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم. وبعد الفاصل انتظروا الفنان الجميل لطفي لبيب.